ما جبتي البنت معك؟ فقت الصبح بكير كتير، ما حبيت فيقة، أخدت باصين على الطريق لحتى وصلت، تعذبت كتير. لا تجي لحالك، مدينة اسطنبول مليانة خطر وغدر، مين بيعرف شو في برا؟ صراحة اجت معي فاطمة بس ما خلوها تفوت، بتسلم عليك. اشتقت لبنتي، جيبيها معك الزيارة الجاية. حاضر. جبت لك صورتها، طلبتها مني المرة الماضية. عملت لك فطاير بس أخدوهن مني على الباب. ما بيسمحوا تفوتي أي شيء. ما لقيت شغل وما جبت مصاري. ولا يهمك، عم يضيفوني رفقاتي اللي بالسجن. كتير برد وما قدرنا نركب صوبيا، تعرف شو باردة المنطقة عنا. وهديك الحقيرة، إن شاء الله ما عم تأذيكي. ما قلت إني جاي لزورك، قلت إني رايحة أدور على شغل، ما بدي أتخانق مع عائشة على الصبح، إذا عرفت إني أجيت لعندك رح يجن جنانة. والحقيرة بدها تمنعك عني كمان؟ شو بيعرفني أنا؟ أنا بحالي وهي بحالة، بتضل عم تهتني على طول بالظروف يلي تزوجنا فيها. أنا كنت عايش أيامي بدون معنى، هي هيك من زمان وما رح تتغير. أصلاً بابا مات من قهره منه. تليفون البيت كل الوقت عم يرن، كأنه عم تحكي مع حدا بالسر وعم تطلع تشوفه. شو بدي أعمل؟ والله ما عم أعرف شي. الله بيعين، بتمنى لو أني قتلت وقتها وخلصت منه ومن عمايله. منيح أنك ما عملتها، الله ستر، وإلا كانوا قالوا هذا قتل أمه. لما كنت عم أنظف السلاح حطيت الطلقة وجهزتها، لأنه قبل ما ينشف تراب قبر أبي بلشت تطلع مع رجال. وجهت المسدس عليها هيك بس ما قدرت أوس، ما قدرت. ما بدي إياكي تختلطي معها ولا بأي شكل، ولا رح توقعك بمصيبة ما تقدري تطلعي منها أبدا. وأنا ماني مرتاحة بنوب، غير إنه ما في بجيبتي ليرة. رح أبعت مكتوب لأخواتك، خليهم يجوا ياخدوكي، يمكن هنيك أريح لك. طول بالك، بلكي لقيت شغل منيح أو طلع عفو عام، ما بتعرف، بجوز ترجع تضحك لنا الدنيا. إن شاء الله كل أمورنا رح تنحل، بترجاك طول بالك. الله يكتر خيرك يا أختي فاطمة، عم تعبك معي. ما في تعب، لا تحكي هيك، أنا كمان كنت كتير حابة أشوفه لعدنان. جوزك مظلوم والله بيشهد عليه. يا حرام شي بزعل، صفيتي لحالك مع هالحقيرة، إن شاء الله تلاقي شغل عن قريب وترتاحي. أكيد هلأ بتكون بدها تأذيكي أنت وبنتك لتنتقم من ابنها، الله ياخدها وريحكن منها. كيف بدك تربي هالبنت قدامها؟ ما عم أعرف هذا يلي مخوفني. بس شو طالع بإيدي؟ شو بدي أعيش أنا وبنتي بالشارع؟ شو بيعرفني بنتي؟ عم نبهك بس. ليش ما خبرتي كل شي لعدنان؟ شو بدي قله لقله؟ لو قلت له كل شي ما كنت خلصت حكي بسنة كاملة، بكفي اللي فيه. يلا بشوفك بعدين. ما بدي وصيكي لا تخبري حماتي انه كنا عم نزوره بالسجن، مو خايفة منه بس بلا ما تلعي لي قلبي وتخانقني. شو رأيك نروح بكرة نشوف معمل القمصان؟ ماشي منروح، خليني جرب حظي هالمرة. لا تحكي شي لعائشة. ماشي بشوفك بكرة بخاطرك. شو عائشة نايمة؟ وين كنتي؟ كنت رحتي تزوري زوجك قتال القتلة، ما هيك؟ شو بده ياخدني؟ ليش فيني روح؟ رحت حتى أدور على شغل مثل كل يوم. رحت مع رفيقتي فاطمة، وإذا بدك اسأليها.
قالوا للكذاب حليف قال إجا الفرج. ما فاطمة كذابة مثلك. لا فاطمة كتير محترمة. عم تخربي على حالك وعم تتطاولي علي، وأنا لساتني مطولة بالي لهلأ عليك وعلى رفيقتك فاطمة. بس خلص بكفي، أنا كاشفتكن من أول يوم بس عم طنش. ما لقيتي شغل مو هيك؟ قال هن رح يخبروني لما يصير شاغر. دايما نفس الحكي، لا تعذبي حالك أبدا. بتعرفي كيف عم أمن لقمتكن وحياتكن هاي؟ لو بتشتغلي معي بنطالع كتير مصاري. وين عائشة؟ وين يا ربي؟ عائشة؟ بنتي؟ وين؟ وين بنتي؟ آه؟ يلا جاوبيني، وين بنتي؟ شو عملتي ببنتي؟ شو عملتي؟ نزلي إيدك عني. أوعك ترفعي إيدك علي. شو بدي كون عملت لها؟ أخذتها على مكان آمن. وين هلأ؟ وين قليلي؟ ها؟ قليلي؟ بمكان آمن، لا تخافي بنوب، والله المكان أحسن من هون بكتير. وين أخدتي بنتي؟ وين رحتي فيها؟ ها؟ يلا أحكي. حطيت عن جماعة، لا بقى تسأليني. بأي حق بتقدري تعملي هيك فيها؟ لساتن أمه وأبوها ما ماتوا، عم تفهمي؟ بأي حق بتعملي هيك؟ بعدت لعند ناس يتبنوها، شو فيكي تعملي؟ بدي أصرف على واحد قاتل وبالحبس ولا على مرته وبنته؟ يعني عرضت للتبني، وانتي دورك على الطريق. كيف بتحكي معي بهالطريقة؟ ما ضل عندك نقطة وجدان؟ عدنان بيضل ابنك وعائشة حفيدتك. رجعي لي بنتي ولا رح أقتلك بإيدي هدول. رجعي لي بنتي يلا. كيف إجا من قلبك تعملي هذا الشيء؟ لك هدول ابنك وحفيدتك وهي طفلة لسه أبوها وأمها عايشين. الله لا يوفقك على اللي سويتي. أنا أصلاً ما بطيئك، مفكرتيني ما بعرف؟ ابني حاول يقوصني حتى يرتاح مني وعم تلتقوا من وراي، هيك بدك يعني قلك؟ مفكرتيني ما بعرف شيء؟ وين رحتي بالبنت؟ ليش مخك ما بيستوعب؟ ما عم تفهمي الحكي؟ خلصيني رجعي لعند أهلك وريحيني منك. طلعي فيني، وين رحتي ببنتي؟ عطيتها لعيلة حتى يتبنوها ويقدروا يطعموها. بكرة بس تكبر رح تدعيلي. إذا بتردي بتتجرأي وبترفع إيدك علي مرة تانية رح أكسر لك إياها وحملك إياها، ما رح أشفق عليكي. قولي لي وين رحتي ببنتي؟ أحكي بس رجعي لي عائشة. إذا بترجعي لي إياها ما عاد ورجيكي وشي. أعمل لك بدي بنتي وينها؟ إذا بدك تشوفيها نفذي كلامي وتأدبي، وإلا صدقيني ما عاد تشوفيها بعمرك. أنتي ما بتخافي الله بنوب؟ أول شيء أزيتي ابنك وهلأ شو بدك منا؟ قولي لك نحن شو عملنا لك؟ عم تعملي هيك معي لأني سكتت على كل عمايلك اللي ما بتسوى، ما هيك؟ فيكي تروحي تخبري الشرطة، روحي قولي لهم إنه لما تزوجتي كنتي تحت السن القانوني وإنك تزوجتي بكتاب براني. يلا روحي، شو عم تستني؟ خبري عني، خليهم يحبسوني، وقتها أنا بحكي اللي عندي كمان ومنشوف شو رح يصير فيكي وببنتك عائشة هاي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.